Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Я сиядет раис аль-мухтарам, ахлан ва сахлан бикум. Саида нараком. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу отношений. Мы не виделись давно уже. ونحن لم نلتقي منذ فترة طويلة واليوم لدينا فرصة جيدة لاستعراض ونحن الآن نصادف خلال هذا اللقاء ذكرى 80 للعلاقة ببداية العقود الثمانية الماضية ولدينا مرة بظروف معقدة جدا نستطيع أن نناقش ذلك أيضا ومن جديد سعيد أن نراك كثير من التموجات في الأوضاع الداخلية والتغيرات الجذرية التي